السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. الشتاء جه زي ما انتم شايفين والدنيا بقت برد جدا، وفي البرد دايما بتحلى الشوربه. فالنهارده هنعمل لكم وصفتين من الشوربه، وصفتين سهلين وبساط وطعمهم لذيذ. اول وصفه هنعملها هي شوربه الفلفل المشوي، وهي بتتعمل بالقوطه. عايزين قوطه طازه معصوره، وعايزين فلفل مشوي الوان، وبلاش اللون الاخضر علشان ما يغمقليش لون الشوربه. وعندنا بصل، وعندنا شويه كريمه، ومكعب مرق. دلوقتي هنستعمل كمان زيت زيتون مع الوصفه دي. هنحط زيت زيتون شويه هنا، وبعدين هنبتدي نحمر البصل بتاعنا بس تسخن الشوربة الحلة شوية. نكهة الفلفل المشوي بتبقى لذيذة جدا ومميزة في الشوربة دي. وهنعمل بقى طبعا كذا نوع شوربة، لأنه كل بيحب الشوربة في الشتاء. الشتاء ورمضان الشوربة بتبقى أساسية فيهم. بس شوية يحمر ده كده، بس خلينا نشيل المية اللي نزلت من الفلفل. طبعا الفلفل بنحطه على نار، يعني تقريبا على درجة حرارة 200 في الفرن، علشان خاطر يتشوي من جميع الجهات. وبس بيتشوي بنحطه في كيس علشان خاطر نكتم عليه البخار، فيبقى سهل علينا ان احنا نفصل القشرة عنه. زي ما انتم شايفين احنا فاصلين القشرة كلها بالشكل ده، وده بيبقى سهل لما بنحط الفلفل في الكيس علشان خاطر يكتم على البخار، يكتم عليه فيبقى سهل فصل القشرة عنه. خلينا نقطعه بس شوية عشان يسهل علينا لما نيجي نهرسه. خلينا بقى دلوقتي نحط الفلفل. المكونات بسيطة، والوصفة ما فيهاش أي حاجة مفزلكة، يعني ما فيهاش حاجة صعبة. يا بس هنحط لها ملح وفلفل، والتوابل دي زي ما انتم شايفينها، قصدي المكونات هي الفلفل المشوي والقوطة وبصل وزيت زيتون. وفي الآخر خالص هحط لها بس شوية كريمة. الكريمة كده أصلها بتنعم النكهات الحادة، يعني بتخلي كده النكهات أنعم يعني. فالفلفل نكهته قوية جدا، فالكريمة يعني هتنعمها شوية. وفي الآخر خالص بعد ما تخلص ممكن بنحط لها لو تحبوا رشة زعتر، بس في الآخر يعني عند التقديم. هنحط بس نقطة ملح صغيرة لأن احنا هنحط مكعب مرق. بس نشوح الفلفل بتاعنا في الزيت مع البصل،
نجيب بقى القوطة ونجيب مكعب المرق نحط بقى القوطة اللي عندنا المعصورة ونحط المكعب ونحط طبعا مية سخنة علشان يبقى عندنا شوربة لان احنا كده عندنا طبخة هنضيف بقى مية للأكلة بتاعتنا ونسيبها بقى على نار هادية خالص مش نار وسط تغلي لغاية يعني عايزة لها على الأقل نص ساعة على النار أقل حاجة نص ساعة عشان خاطر الفلفل يطرى أكتر والقوطة طبعا تستوي والنكهات تدخل في بعضها كده وتتجانس فدلوقتي هنغطيها ونسيبها زي ما قلنا تقريبا نص ساعة على النار نكون طلعنا فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل دلوقتي هنعمل تاني نوع شوربه للنهارده وهو شوربه العدس اللي كلنا بنحبها شوربه العدس عشان نعملها عايزين عدس طبعا وعايزين معلقه سمنه حطيناها وعايزين بصل هنحطه وعايزين كمان شعريه وعايزين بطاطس وكوسه وجزر وكمون وملح وفلفل وبس دي مع الوصفه الثانيه اول حاجه هنعملها طبعا عايزين نحمر البصل كويس في السمنه وهنا عندنا الشوربه بتاعتنا الثانيه اللي قلنا عايزه نص ساعه قبل ما تخلص على ما يتحمر البصل بتاعنا نعلي النار هنخلي البصل بس اول ما يقرب البصل يتحمر هنبتدي نحط الشعرية دلوقتي بس عايزة أقطع الخضار اللي عندي اللي هو البطاطس والكوسة والجزر هنقطع البطاطس والكوسة والجزر ممتازة هنقطع البطاطس هقطع الخضار اللي عندي صغير مش كبير لاني مش عايزاه ياخد وقت على النار وهو بيتسلق خلي دي كده هنا يعني طبعا بتحطوا كمية الخضار زي ما انتوا عايزين
بس هي يعني كل ما بتحط خضار بيكون كويس، لانه الشوربة طبعا مفيدة، وبالذات لو الولاد اكلوا منها، وطبعا العدس مفيد، يعني كله الصراحة شوربة العدس دي مفيدة من مجاميعه. خلاص هو البصل ابتدى يتحمر، باخد الشعرية خلاص. احنا بنحط الشعرية في الاخر بدل ما نشيلها على جنب دلوقتي ونرجع نحطها، خليها دلوقتي. هجيب بس طبق صغير. هحط فيه كده شوية بصل، هخليهم للآخر للزينة شوية بس كده اهو، وخلي الباقي جوه. وبعدين نحط بقى دلوقتي الخضار بتاعنا كله مرة واحدة، لأن أنا مش عايزة حاجة، مش خايفة حاجة تستوي أكتر من حاجة أو حاجة تتهري أكتر من حاجة، لأن في الآخر أنا كل ده هيتهرس بالمكنة عندي، مش هيفضل زي ما هو. برضو لو تحبوا ممكن تحطوا مكعب مرق مع الوصفة دي، وممكن ما تحطوش زي ما تحبوا، بس هو يعني بيعزز النكهة. خلاص هنحط العدس اللي عندنا. نحط بقى المية، طبعا المية سخنة أول، بس خلينا نتبله شوية، شوية فلفل. ممكن كمان لو حابين تحطوا قوطة ممكن تحطوا قوطاية معاها. والكمون هخليه برضو في الآخر خالص قبل ما نطفي عليها، لأن أنا زي ما قلتلكوا بحب التوابل اللي بحبها نكهتها تبقى ظاهرة، يعني بحب احطها قبل ما الاكلة تخلص بعشر دقايق مثلا، خمس دقايق. هغطي عليها بقى دلوقتي واسيبها لغاية ما الكلام ده كله يتسلق. طبعا دلوقتي العدس هينفش. دي يعني وصفات بسيطة، ما فيهاش يعني شربات بسيطة كده من الحاجات اللي كنا بناكلها زمان، نشربها زمان واحنا صغيرين، ما فيهاش يعني وصفات فيها بساطة كده، ما فيهاش حاجات معقدة يعني. دي بقى هنستنى عليها شوية لغاية ما تبتدي تستوي، وبعدين نبتدي نهرسها ونقدمها. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفه تانيه، وهي ريزوتو الفريك. الوصفه دي طعمها لذيذ جدا ومختلف. هنستعمل فيها زيت زيتون، وفي الاخر خالص قبل ما تخلص هنحط لها حته زبده. هنحط دلوقتي بس هي كل مكوناتها زيت زيتون، وبنحط لها طبعا ريزوتو الفريك، فعايزين فريك، وعايزين مشروم، وعايزين جبنة بارميجان، مكعب مرق، ملح وفلفل وجوزة الطيب، وفي الآخر خالص هنحط لها بس شوية كريمة.
هي يمكن مكوناتها مش متعودين احنا عليها، بس هي الوصفة دي لطيفة جدا وطعمها مختلف ورائع. اول حاجة هنعملها هنحط الفريك بتاعنا هنا، بس عايزة احمره شوية. طبعا الفريك متنقي ومغسول. هنحط له بس شوية ملح وفلفل. ملح، في عندنا مكعب مرق فعشان كده مش هنزود في الملح. وخلينا نقطع المشروم بتاعنا. وجوزة الطيب اهي، بس هنخليها برضو في الاخر علشان خاطر زي ما قلنا النكهات تفضل ماسكه بعضها، تفضل طازه. انا بس عايزه الفريك يتحمر قبل ما ابتدي اضيف السواير. على فكره احنا ممكن هنا نضيف شويه طماطم، شويه قوطه. كده قطاية صغيرة، ولو بتحبوا طبعا اللون اللي محمر شوية يبقى معلقة صلصة. على ما يتحمر خلينا نقطع المشروم اللي عندنا. في ناس كتير ما بتغسلش المشروم على فكرة. أنا من الناس اللي قبل كده قلت أنا بغسل المشروم. المشروم مش كويس إنه يتغسل ويتشال في التلاجة، بس بما إنه إحنا هنستعمله على طول فأنا بغسله عادي بصراحة، لأنه يعني صعب جدا بيجي المشروم كله طين من جوه ومش نظيف خالص، يعني بيبقى فعلا فعلا مش نظيف وكله يعني مطين. فمهما مسحته يعني مش همسحه ابدا زي ما احطه تحت الميه. فانا بصراحه بمسحه بغسله، بس المهم ما يتغسلش غير قبل الطبخه على طول، لان هو المشروم بيشرب الميه بيبقى عامل زي السفنجه. فاهم حاجه ان احنا نغسله قبل على طول ما نكون هنستخدمه. يعني في اكلات صعب الواحد ياكلها من غير غسيل يعني، وانا بالنسبه لي المشروم من الاكلات دي. يعني مثلا لو تفاحه يعني ممكن امسحها على انا شايفه مثلا فين اولها وفين اخرها، انما المشروم يعني البروكلي الحاجات دي كلها لازم تتغسل كويس. خلاص كمان واحدة كده وكفاية. خلاص، وهنا برضو الفريك عندي هيكون ابتدى يتحمر كده نحط بقى دلوقتي المشروم اللي عندنا. دي أكلة ما فيهاش ولا فراخ ولا لحمة، يعني هي بتتقدم كده بس. أنا مرة جربت حطيت فيها صدر فراخ كان مسلوق، فقطعته وحطيته وطلعت لطيفة جدا معاه. فلو تحبوا تعملوها بالصدر فراخ كمان ممكن، بس هي أصلا بتتقدم كده.
والفريك على فكرة من الحاجات اللي بتمتص دهون كتير، يعني ما بينفعش تبقى فيه دهن قليل، يعني ما ينفعش مثلا نعمله بمعلقة معلقة صغيرة زبدة مثلا أو كده، لا يعني بيعوز شوية أكتر من الرز كمان. الشوربات بتاعتنا قربت تستوي أهي، أو تقريبا يعني خلاص، نغطي عليها شوية. خلاص هنا بقى هحط دلوقتي مكعب المرق، ازاي بقى بنسوي الريزوتو الفريك؟ زي ما بنسوي الريزوتو العادي، اللي هو شوية شوية بنضيف المية لغاية ما بنلاقيه استوى عندنا خالص. فدلوقتي هبتدي احط له شوية مية، وعلى فكرة الريزوتو ده طعمه احلى من الريزوتو اللي بالرز. هنحط شوية مية، هخليه يعني مكشوف عليه والنار وسط، يعني 6 كده تقريبا كويس. دلوقتي بقى خلينا نبتدي نطفي النار هنا، هاخد بقى الميكسر بتاعي وابتدي اهرس الشوربه دي. يعني ممكن تهرسوها كده، ممكن طبعا تحطوها في الخلاط لو تحبوا زي ما تحبوا. طيب دلوقتي قربت الشوربه عندي خلاص اهي تتهرس كلها، فاضل بس شويه فهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه وصفتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا في الفاصل هو الفريك شرب الميه، فحطيت له كميه تانيه وسايباه برضو يشربها، وهرسنا طبعا دي زي ما شفت، ما انتم شايفين احنا ابتدينا ختمنا قبل الفاصل واحنا بنهرسها، وهرست كمان شوربه العدس ودقتها وطلعت لذيذه جدا. دلوقتي هنحط بس شويه من الشعرية بقى علشان خاطر تستوي، ولو تحبوا ممكن تحمروها في شوية سمنة بره لو عايزين وتضيفوها على العدس. دلوقتي بقى هنضيف الكمون، العدس عامة رفيق لكل الحاجات اللي بتسبب نفخة، يعني سواء كان فول، حمص الشام، أي حاجة فيها بتسبب نفخة دايما بنلاقي مكوناتها لما تيجي تطبخ على النار بيتحط لها دايما كمون، والعدس طبعا منهم.
خلاص دلوقتي هنسيب دي بس يا دوب دقايق على ما تستوي الشعريه، وهنا بقى هنبتدي نحط اللي اتفقنا عليه في الاخر خالص اللي هو الكريمه وجوزة الطيب. هنحط شويه كريمه بس، شويه يعني تقريبا الكميه دي كلها هنحط لها بس نص كوبايه. جوزة الطيب مع الريزوتو في الاخر برضو هنضيفها في الاخر خالص. خلاص دي الشوربه دي عندي جاهزه. والريزوتو عندنا فاضل له تكه ويخلص. على ما تيجي التكه دي ممكن نقرا شويه تطبيقات كده في السريع. عندنا بسكوت اليانسون من فرانسيس رونا، عندنا هاله عساف البطاح عملت كب كيك الكنافه، وسام محمد عملت جيلي الموزايك، سلمى الفشاوي عملت بسبوسه كب كيك. الطريق الى الله عملت ايه كده كنافه بالمانجو، بالمانجا يعني. واسماء ناصر عملت كوكيز بالشوكولاته. ايات القواسمي عملت حلى الفستق. فراشه شفافه عملت ام علي. آية الجالفي عملت فطاير البرجر. ندى عباس عملت كوسة بالبشاميل وقدمتها بطريقة لطيفة جدا. وزيزو السواح عملت سمبوسك، سمبوسك احنا كنا عملناها في رمضان. زهرة بوجدم عملت كيكة الشوكولاتة بالكريمة الزبدة. ومين تاني؟ وسام محمد عملت المشبك. سوكي عملت الحريرة المغربية الشوربة. ومريم الفقير عملت الغريبة. طيب دلوقتي احنا خلاص الوصفات عندنا خلصت، هنطفي بقى النار. دلوقتي زي ما اتفقنا اخر حاجة هنعملها هي هنحط شوية جوزة الطيب على الفريك، وهنحط يعني بس يا دوب معلقتين، يعني مش معلقتين، نقول ربع كوباية تلت كوباية بس كريمة. وممكن على فكرة ما تحطوهاش، يعني مفيش اهي حتى اقل من ربع كوباية اللي حطيناها، بس على ما نقدم بقيه الوصفه نقدم حط الشوربه تكون دي. هيكون شرب الكريمه شويه الكريمه الصغيرين اللي احنا حطيناهم. خلينا بقى دلوقتي نحط اول حاجه شوربه العدس. طبعا السمك انتوا بتحطوا السمك اللي انتوا عايزينه، يعني بتخلوها سميكه حسب ما انتوا بتحبوا. انا بصراحه متعوده عليها سميكه، بحبها بالسمك ده. بس لو عايزين تخففوها طبعا بسيطه جدا، شويه ميه وخلصت.
هنحط بقى عليهم شوية من البصل وشوية من العيش المحمر. شوية بصل كده صغيرين. وهنقدم بقى جنبهم العيش. ان هو العيش ممكن يتشرب مع الشوربتين، اخليه كده. اللي عايز بقى من دي يحط واللي عايز من دي يحط. نجيب بقى الشوربة التانية كمان. ناخد بقى الريزوتو بتاعنا خلاص كده نطفي عليه خالص. يعني هو عامة بيتقدم في طبق فخار، بس انا افتكر الطبق ده كبير على الريزوتو، فهنقدمه في حاجة تانية. نقدمه في الحلل الصغننين دول. واخر حاجة بتتحط عليه هي الجبنة البارميجان، أساسية في الوصفة دي، وبصراحة يعني ما بتستبدلش. هي يعني بنبقى إلا ممكن تبدلوها بجبنة رومي، لأن هي الجبنة الرومي فيها شبه من الجبنة البارميجان، فممكن بس نستبدلها بالجبنة الرومي. ممكن تحطوا بقى الزبدة، وممكن تستغنوا عنها لو مش عايزين تحطوها. ودي كانت الوصفات بتاعتنا للنهاردة. خليني بس احط شوية بقية الريزوتو هنا. عملنا ايه؟ عملنا شوربات، لان خلاص الشتا جه، وطبعا كلنا بنحب الشوربة في الشتا. عملنا شوربة الفلفل المشوي، وعملناها مع القوطة، وحطينا لها مكعب مرق، وطعمها لطيف جدا جدا، بحب انكم تجربوها. وعملنا كمان شوربة العدس، طبعا دي يعني لا غنى عنها في اي بيت، سواء من ناحية الطعم او من ناحية الفوائد اللي فيها. عملنا طبق يمكن جديد بالنسبة للبعض، وهو ريزوتو الفريك. وصفة يعني هي خليط بين الوصفة العربي والوصف الأجنبي، لأن هو الفريك طبعا بيستعمل في الدول العربية أكتر بكتير من الغرب،
والوصفة هي من الريزوتو، الريزوتو معروف إن هو إيطالي خالص، فهي خلط بين المطبخ العربي والمطبخ الأجنبي، بس النتيجة لطيفة وهتعجبكم إن شاء الله. بتمنى إنكم تجربوا وصفتنا للنهاردة وتبعتوا لنا تطبيقاتكم، وإن شاء الله هننشرها تباعا هنا. بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة، وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.